صباح الورد والفل على عيونكم الحلوة، أو مساء الورد والفل على قلوبكم الجميلة حسب ما بتشاهدوا الفيديو. النهاردة حبايب جيجي هنعمل مع بعض التورتة اللذيذة اللي احنا شايفينها ديت. طريقتها سهلة وبسيطة، أي حد مبتدئ ممكن يعملها بكل سهولة. يلا حبايبي بقى قبل ما نبدأ كده ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وهسيب لينك الانستجرام والفيس في صندوق الوصف. أتمنى متابعة ونسمي بسم الله ونشوف المكونات. انا هنا معايا 6 بيضات، ومعايا نص كوباية مية من الحنفية عادي، ومعايا فانيليا، ومعايا نص كيلو دقيق اسبونج اهوت، ده شوكولاتة. هنزل بقى بالبيض بتاعنا. انا هنا هدي البيض بس ايه تقليبة كده اللي هو يفك من بعضه، وطبعا هنزل عليه معلقة من الفانيليا. انا بحط كده بالازازة بس انا عارفة يعني معيار معلقة، وهقلب كده البيض تقليبة. بس هو يفك بس، ايوه كده وخلاص. هنبتدي بقى نشوف الخطوة اللي بعديها. هنزل بنص كوباية المية، وهنزل كمان بدي الاسبونش دلوقتي. انا بس بفك الكيس مش عايز يتفك معايا. نزلنا هنا بدي الاسبونش، وهشغل عليهم العجان. هسيبها حوالي 2 دقايق. بصوا بعد 2 دقايق اهي، نحاول بس كده ايه نفصل ونلم كده الحروف عشان لو في حاجة لازقة، اي دقيق لازق في الحرف زي ما احنا شايفين كده او تحت في الحلة نلمه. بصوا زي ما احنا شايفينه اهوت. وبعد ما بننزل الدقيق اللي على الحرف كده، بعد كده هشغل العجان عليها تاني. هي بتحتاج لضرب حوالي 10 دقايق. ادي بصوا العجينة اهي سايباها شغالة في العجان، وهدهن الصينية اي مادة. انا دهناها هنا سمنة. الصينية دي مقاس 20 عشان انا عايزاها مرتفعة. طبعا ينفع نعمل في صينية 24 نفس الكمية دي، بس مش تبقى مرتفعة بنفس الارتفاع دوت. انا هنا معايا ورقة زبدة حطيتها في الصينية، وهجيب ورقة كمان كده للجناب عشان تطلع معايا بكل سهولة. احنا هنا بنحط الورقة بكل سهولة زي ما احنا شايفين، المهم بس نظبطها من تحت كده من الجناب. ومولعة الفرن حبايبي من اول ما بدأت اعمل الكيكة على درجة حرارة 180 عشان الفرن يسخن براحته. انا هنا خلاص غلفت الصينية بورق الزبدة. دلوقتي بقى هنرجع للكيكة بتاعتنا. انا كده خلاص هطفي عليها، هي كده بقى لها حوالي 10 دقايق. هنشوف بقى دلوقتي مع بعض شكل الكيكة والسمك بتاعها. بصوا حبايبي ده السمك بتاعها. دلوقتي انا مجهزة حبة لوز كانوا عندي، دول اختياري، ودقاهم كده وقلت احطهم مع الكيكة بيدوا طعم حلو قوي. هقلب كده بالراحة من تحت لفوق كده تقلبتين صغيرين، وادي سنية الكيكة هي مغلفة بورق الزبدة. هنزل بقى بعجينة الكيكة.
ريحتها جميلة جدا على فكرة. اتمنى تجربوا الوصفة دي وتكتبولي في التعليقات ايه رأيكم فيها. انا هنا نزلت اهو بكمية الكيكة. دلوقتي بقى ههز الصينية كده بالراحة كده، نهزها عشان ما نطلعش منها الهواء، احنا عايزينها بس تبقى متساوية. ههزها كده كام هزة ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180 زي ما قلنا. هنا بقى انا معايا كوباية من الكريم الشانتيه وكوباية من اللبن، هنزل بكوباية اللبن وعليها كوباية كريم شانتيه، كريم شانتيه خام، وهشغل عليه العجان. انا هنا حطيت كوباية من اللبن، طبعا ممكن احتاج كوباية تاني من اللبن او ممكن استبدلها بمية. انا هنا هستبدلها بمية بس تبقى مية ساقعة متلجة. نزلت بنص كوباية، يفضل ان انا انزل بحبة حبة من المية. هنا بقى معايا 4 معالق كبار من السكر البودر، هضيفهم على الكريم شانتيه. وهشغل عليهم العجان تاني. بصوا كده الكريم شانتيه بتاعنا جاهز. انا ممكن ازين بيه كده اول ما خلصت، بس لسه صينيه الكيكه ما طلعتش من الفرن، فهنقله في طبق او في اي حاجه وهشيله في التلاجة لغايه ما اخلص. نشوف الكيكه بقى، وادي حبايبي الكيكه بتاعتنا طلعت من الفرن اهيت. بصوا الخله، انا جربتها بخله كده، هي استوت. انا هسيبها بقى تبرد، هي دلوقتي ما بردتش قوي بس انا هشيلها هحطها على الحامل هنا. نشيل ورقة الزبدة، بصوا بكل سهولة. هي دي ميزة بقى ورقة الزبدة لما بنحطها في اي صينية كيكة او اي مخبوزات، ان هي ما بتلزقش وبتتشال معانا بكل سهولة. انا هشيلها دلوقتي عشان اتحكم فيها اكتر. بصوا شكل الكيكة حبايبي مرتفع وجميلة ازاي. انا هشيلها كده عشان اشيل الورقة اللي في الكيكة من تحت، وهسيبها شوية بقى تبرد وارجع لها تاني بعد شوية تكون بردت، عشان بعد ما تبرد نقطعها. بصوا حبايبي انا هنا هبتدي اقطع الكيكة بتاعتنا. انا هعملها على 4 طبقات، ممكن اعملها على 3 بس انا هخليها على 4. ادي حبايبي اول طبقة اهي معانا، هنقطع الطبقة التانية. احنا بس كده نحدد الجزء اللي احنا عايزين نقطعه، بلاش ايدينا تطلع وتنزل عشان يبقى متساوي زي ما احنا شايفين كده. بصوا حتت اللوز اللي انا حطاها شكلها جميل ازاي في قلب الكيكة. احنا كده بنقطع الطبقة الاخيرة. انا دلوقتي كنت بشاور لكم على قطع اللوز اللي انا منعماها وحطوها في الكيكة. دلوقتي بقى انا هسقيها كده بشربات، ده شربات عادي خالص بتاع حلويات، بس المهم يبقى خفيف ما يبقاش تقيل. وبعد كده هنزل
بالكريم شانتيه. احاول كده اساوي الكريم شانتيه عليها. الطريقة سهلة خالص وبسيطة وما بتاخدش وقت زي ما احنا شايفين، والنتيجة بتاعتها مضمونة. انا بحاول كده ان انا اساوي الكريمة. وهحط الطبقة التانية من الكيكة. المهم نسويها الطبقتين يبقوا على بعض عشان ما تبقاش حتة بره وحتة جوه. دلوقتي هنزين الجزء التاني. هي بتتفرد معانا بسهولة خالص اهيت. التورتة دي احنا استعملنا فيها نص كيلو اسبونج. طبعا لو احنا عايزين صينية اكبر ممكن نستعمل كيلو الا ربع. دلوقتي بقى حبايبي انا هحط الطبقة التانية. انا بعملها معاكم خطوة بخطوة علشان تشوفوا الخطوات بكل سهولة. هنا هسقيها تاني. انا ما سقيتش الطبقة اللي قبليها بس سقيت الطبقة الاولانية. وهنزل بالكريم شانتيه تاني. وهنفرده كده. الشربات اللي احنا سقينا بيه زي ما قلنا شربات حلويات، بس المهم يكون خفيف ما يبقاش تقيل علشان ما يعجنش الكيكة بتاعتنا. وممكن تستغني عنه خالص. انا دلوقتي هحط بقى الطبقة الرابعة والاخيرة. ودلوقتي انا زينتها اهيت وغلفتها بالكريم شانتيه. انا هنا معايا شوكولاتة مسيحاها وعملها قرطاس ورق كده من ورق الزبدة. هي بصوا الشوكولاتة ماسكة شوية. انا هبتدي احط كده ايه من فوق وهي تنزل بالشكل دوت. انا لقيت الشكل ده اشيك. دلوقتي انا بشرة شوكولاتة خام وهفرد بيها الوش بتاع التورتاية، بس انا بحاول ارشه عشان ما تبقاش حتة وحتة. دي اسهل طريقة لتزيين التورتة للمبتدئين. انا هنزل كده بالشوكولاته اغطيها كلها بالشوكولاته المبشوره. انا هنا عامله الشوكولاته المبشوره ناعم. لو انت حابه ممكن تبشريها خشنه شويه عن كده. بعد ما اخلص الكميه المناسبه بتاعت الشوكولاته هحاول افردها كده بالراحه. طبعا بالراحه خالص عشان ما نبوظش الكريم شانتيه. احنا هنا خلاص كده فرشنا الشوكولاتة على وش التورتاية. هبتدي بقى انزل بوردات كده من الكريم شانتيه.
هنعملها داير ما يدور كده زي ما احنا شايفين كده، وابتدي بقى احط كريز على كل وردة. شكلها جميل جدا وطعمها هيعجبكم. وادي حبايبي التورتايه بتاعتنا هي، شكلها جميل جدا وتنفع لاي مناسبه وطعمها خطير عن تجربه. يا رب تجربوها وتكون وصفه سهله بالنسبه لكم، وتقولوا لي ايه رايكم في التورته الجميلة البسيطة ديت، واشوفكم على ألف خير.